السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناة طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوا. دايما بنتكلم عن إنتاج البيض وعن الأكلات اللي بتزود إنتاج البيض، ودلوقتي السوق بتاع الخضار مليان بالأكلات المتنوعة اللي تقدر تستغلها علشان تزود عندك الانتاج، سواء انتاج البيض او انتاج اللحوم. ومن الاكلات اللي بتزود انتاج البيض اكلة متوفرة بكثرة في السوق وتقدر تشتريها بكميات كبيرة جدا، توفر لك جدا لانها بتشبع وبتزود الانتاج وبتوفر لك يعني وقت ومجهود كتير جدا وسهلة في التقديم والصناعة ورخيصة، وتقدر تجيب منها كميات كتيرة لانها متوفرة، وفي منها كمان اللي هو الحاجات المكسرة اللي هي بتبقى سعرها ارخص بكتير. يعني من الاخر كده تقدر تستفيد من الاكلة دي اكبر استفادة. وبرضو قبل اي حاجة لازم تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول ونعرف ايه هي الاكلة دي. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالانسان وبالحيوان والحاجات اللي خلقها على الارض، ودايما يعني بسايب لها حاجات كده تتناولها او تاكلها، حاجات تتغذى عليها. من رحمة ربنا انه منوع الاكلات دي وموزعها على الفصول المختلفة، فصل الربيع، فصل الشتاء، فصل الصيف، فصل الخريف. فتلاقي التنوع ده بيؤدي الى ان كل فصل من الفصول بيبقى له أكلة مناسبة ليه، وبيبقى له أكلة موجودة بوفرة في الفصل ده. يعني احنا مثلا في الشتاء بنحتاج علشان خاطر نحافظ على نفسنا من البرد اننا ناكل برتقان، والبرتقان متوفر في الشتاء اكتر لانه اصلا بيعالج مشاكل البرد اللي بتظهر في الشتاء اكتر. كذلك البطيخ مثلا في الصيف بنتناوله علشان يهدي الحر ويرطب علينا في درجات الحرارة المرتفعة. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش سايبنا في أي فصل إلا بالأكلات والنباتات المعينة المناسبة للفصل ده. وزي ما بنقول إن الفترة الأخيرة في أكلات كتير قوي متوفرة بكثرة في السوق وهتوفر معاك كتير جدا. واتكلمنا عن قبل كده عن أكلات زي البرسيم مثلا. البرسيم ده موجود بشكل متوفر جدا الفترة الأخيرة ومليان مية، وده الموسم بتاعه فتلحق تستغله. وأكلات غيره كتير قوي، كرنب وحاجات تقدر تستغلها كتير قوي في السوق ممكن تشتريها. إنما أكلة النهاردة مختلفة حبتين لأنها أكلة شعبية وبتتباع في الشوارع في البرد كده علشان تتدفى، يعني بتدفيك في البرد وتتاكل سخنة وتبقى محلية وحلوة وشبه البطاطس كده، شبه البطاطس ونشويات زي البطاطس، وبتشبع كده وبتلكم، لكنها في نفس الوقت بتتهضم بسرعة وتقدر تزود بيها الانتاج بتاع البيض والفراخ من اللحم كمان بمنتهى السهولة واليسر، وتقدر تجيب منها كميات كبيرة جدا تاخد منها اللي انت عايزه وتاكل انت الباقي بقى، يعني تستغلها استغلال كبير جدا. الاكلة دي هي البطاطا، طبعا كلكم عرفتوا البطاطا بتتباع في الشوارع على عربيات، اكلة شعبية مشهورة ومعروفة. دلوقتي البطاطا متوفرة في الاسواق المصرية وغير المصرية، متوفرة باسعار نقدر نقول انها رخيصة جدا وفي المتناول، ده لو انت هتشتريها لنفسك وللتناول الشخصي الادمي. انما لو هتشتريها للطيور هتشتريها كميات كبيرة، مش هتشتري حاجة جودتها عالية، لا، هتشتري حاجة جودتها متوسطة. يعني نقدر نقول انك هتشتري حاجة كده ايه من اللي هي الفرز الثاني، البطاطا المكسرة والبواقي بتاع البطاطا، هتشتري منها كميات كبيرة جدا هتوفر معاك يعني بشكل جبار لانها بتزود الانتاج بكميات قليلة. فانت لما تشتري منها شوال مثلا 50 كيلو من البطاطا وتخليهم عندك على طول وتقدمهم للطيور من حين الاخر، كده انت هتوفر وقت ومجهود، وكمان هتاخد انتاج ما نقولكش، يعني انتاج البيض هتلاقيه
اتضاعف عندك بسبب البطاطا لما تقدمها للطيور. البطاطا ممكن تقدمها بأشكال مختلفة، ممكن تقدمها نية زي ما هي بس هتبشرها ناعم، هتطحنها ناعم أو هتبشرها ناعم على قد ما تقدر وبالطريقة اللي تقدر تقدمها بيها، أو ممكن تطيبها عادي زي ما بتطيبها لنفسك، ولما تطيبها بعد كده تقطعها للطيور أو ترميها لهم زي ما هي هم ينقروا فيها ويكسروا فيها أو ياكلوها، لأنها تكون طيبة طبعا مش هتتكسر، فياكلوها بمنتهى السهولة لأنها طرية عليهم جدا. من فوائد الأكلة دي للطيور غير إنها بتزود إنتاج البيض، إنها كمان بتخلي طعم البيض أحلى بكتير. هي بطاطا محلية فبتخلي طعم البيض أحلى بكتير جدا. هي من النشويات اللي تقدر تأكل منها الطيور بكميات عادي كتيرة زي ما أنت عايز. يعني احنا بنقول النشويات زي الرز والبطاطس والعيش المدشوش اللي بتقدمه للطيور والقمح والشامي الاصفر والشامي الابيض، دول كلهم بنقول ان احنا ما نكترش منهم علشان خاطر دول بيسببوا سمنه وبيعطلوا انتاج البيض وبيعملوا انسداد في مخرج البيض، ده حقيقي فعلا. انما البطاطا مختلفه، البطاطا رغم انها نشويات لكن تقدر تاكل منها بكميات كتيره زي ما انت عايز، لان انت كده كده عند وقت معين كده هتتوكم وهتشبع، لكنك تبقى واخد القدر الكافي اللي هيخليك كطائر يعني ايه تزود انتاج البيض عندك. فانت لما بتديها للطائر كده بتلاقيه شبع بعد ما ياكل، بس في نفس الوقت ايه خد كفايته وخد اللي هيخليه ينتج انتاج من البيض كتير جدا من غير يعني ما تتعب نفسك او من غير ما تجيب له اكلات تانية. على الرغم ان هي خضار، البطاطا دي خضار، لكن انا بعتبرها قوي مش خضار، يعني بعتبرها حاجة تانية غير الخضروات، لكنها طبعا في المسمى العام بتاعها من الخضروات. لذلك ما ينفعش تقدمها بدل الخضروات الخضراء اللي هي زي الخس وزي البرسيم والحاجات دي وجبة النهار، دي هتقدمها بدل العيش بالليل لانها من النشويات برضو، هتقدمها في وجبة الليل بدل العيش وبدل الشامي وبدل الرز والحاجات دي كلها، او ممكن تقدمها سخنة الصبح بدري بدل العلف، لكن طبعا ما ينفعش تمنع العلف خالص لانه مهم جدا لزيادة انتاج البيض. استخدم البطاطا بالكميات اللي تقدر عليها، هما كده كده هياخدوا كفايتهم منها وهيسيبوا الباقي، وما تسيبش منها بواقي في الارض بتاعة الطيور او في الفرشة علشان ما تتلوثش. قدم لهم على قد ما يقدروا وعلى قد ما ياكلوا ويشيل الباقي ويرجع لهم تاني بالاكلة دي، اكلة موفرة جدا وهتشوف بنفسك تأثيرها على زيادة انتاج البيض. ما تنساش قبل ما تمشي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، وما تنساش تعمل لنا تعليق على الفيديو باي مشكلة بتواجهك في عالم تربية الطيور، ايا كانت المشكلة دي ايه ان شاء الله هنرد عليك في التعليقات في اقرب وقت. لو الموضوع يعني مش محتاج فيديو نعمله مخصوص هنرد عليك في التعليقات، انما لو محتاج لفيديو اكيد مش هنتأخر عليك ابدا بفيديو مخصوص لمشكلة بتاعتك. ونشوفكم على الف مليون خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.